مشاهدينا، توقعات احوال طقس يوم غد الجمعة. كتوقع مديرية أرصاد الجوية الوطنية أن يكون طقس بارد بالشمال والمرتفعات، كما يرتقب أن تهم سحب كثيفة نوعا ما بالواجهة المتوسطية مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، مع قطرات مطرية متفرقة خصوصا خلال الصباح، فضلا عن تشكل كتل ضبابية محلية غادي تهم السواحل الجنوبية خلال الليل والصباح. بعد ذلك غادي تكون السماء قليلة السحب بباقي المناطق. لا نخليكم مع درجات الحرارة: 5 درجات مدينة طنجة، 9 درجات بوجدة، 8 درجات بالرباط، 4 درجات بفاس، 10 درجات مدينة الدار البيضاء، 4 درجات بمكناس، 10 درجات بمراكش، 14 درجة بأكادير، 16 درجة بالعيون، 19 درجة بالداخلة. نخليكم مع توقعات أحوال طقس لهذا الأسبوع. شوف تي في جابت لكم الجديد لابليكاسيون موبيل، واللي جات بين يديكم مجموعة من الامتيازات، أجيو نكتشفوها. التطبيق ديالنا شامل كيضم التلفزة الإلكترونية، الجريدة الإلكترونية، شوف سبور، المرأة تي في، وأسبوعية المشعل. آخر المستجدات كتوصلوا بها مباشرة من كتأنستاليو التطبيق ديالنا، والأكيد أنكم كطرحوا السؤال ديال كيفاش نحصلوا على هذا التطبيق. زوار ديالنا اللي عندهم الأندرويد يكفي أنكم تدخلوا البلاي ستور وفي لاباغ دو ريشيرش تابيو شوف تي في، وهي الابليكاسيون عندكم. جديد الأخبار وسكوبات بالصوت والصورة، البرامج، حوارات وريبورتاجات، كلها متوفرة في الابليكاسيون شوف تي في. وبلا ما نساو التطبيق ديال شوف سبور اللي غادي يطلعكم على أخبار حصرية ومثيرة في عالم الرياضة بالصوت والصورة. شوف تي في، آخر الأخبار بين يديك بسامبل كليك.